طيب السلام عليكم. احنا في التسجيل في التوبيز قبل كده او في الشرح اللي قلناه قبل كده احنا عرفنا تعرفنا على الكرين بتاعتي منشأ الونش بتاعي وعرفنا ان احنا هنصمم المنشأ اللي بيشيل الونش. عرفنا احنا هنصمم الكرين جيردر اللي بتشيل الونش بتاعي وكمان البراكت اللي تحتيها. وكان ده لو احنا فاكرين طبعا الونش بتاعي اهو الفريم بتاعي وفي هنا براكت وبراكت وعليه الكرين جيردر وعليه ماشي الونش نفسه. احنا بنصمم التو اليمنتس دول. فاخدنا برضو الاناليسيس ازاي حسبنا سترين اكشن اللي بتيجي وتتعرض لها الكاميرا بتاعتي. جبنا الام ماكسيمم والكيو ماكسيمم بتاعتي. احنا هنبدا هنا بقى هنشوف ازاي نصمم الجيردر بقى. بعد ما جبنا سترين اكشن عايزين بقى نعمل لها ديزاين او لو هي عندي اوريدي ازاي اعمل لها التشيكس بتاعتها. لما نيجي نشوف في الكرين جيردر بتاعتي يبقى يعني احنا لما نيجي عايزين نصمم element او جزء بنشوف ال مثلا عندي اهو كاميرا او مثلا كان عندي عمود. لما احنا زمان زي الترم الاولاني لما عايزين نصممها كنا بنشوف الانهيار بتاعها هيحصل فين ونروح نعمل لها تشيكس في الاجزاء دي. فمثلا لو انا كان عندي العمود ده فممكن يحصل له باكلينج فبنعمل لها تشيك في الباكلينج. ممكن يحصل لها لو كانت كاميرا ممكن يحصل لها الديفليكشن برضه بنعمل له تشيك. وفي الكاميرا بنشوف البندنج ففي تشيكس بنشوف هي بتنهار فين وبنعمل لها تشيكس. فاحنا قبل ما الترم عارفين اليوجوال تشيكس بتاعتنا بتكون واحد عندنا البندنج نعمل تشيك على البندنج بتاعي البندنج ستريس لانه ممكن يحصل لي انهيار في البندنج فبتاكد. واثنين ممكن تحصل لي في الشير ستريس. وثلاثة ديفليكشن. دول ثلاث حاجات اللي احنا اخذناها عادي جدا في التشيكس بتاعت الكاميرا عشان اشوف او حتى لما اجي اصمم الكاميرا بتاعتي هي دي الكريتيريا اللي انا بمشي عليها عشان اصمم الكاميرا بتاعتي. طب بالنسبه للكاميرا بتاعتي بقى معرضه لحمل مركز ومتكرر كمان. هل انا هكتفي بس بالتشيكس دي؟ هل دي بس الحاجات اللي ممكن تنهار فيها الكاميرا بتاعتي؟ لا. احنا بقى هنتعرف على ثلاث تشيكات جداد بتخص الكرين جيردر بتاعتي لانها بتاخد في الاعتبار انه الاحمال بتاعتي عباره عن احمال مركزه واحمال متحركه كمان. فاحتماليه الانهيار بتاعتها ممكن تزيد فممكن يحصل لها واحد يبقى احنا اتفقنا دي اليوجوال تشيكس دي تشيكس ديو تو كونسنتريتد اند سايكليك لود اللي هي احمال مركزه ومتكرره. فممكن يحصل لي برضو واحد فتيك تعب. الفتيك بيحصل لي طبعا بسبب ان الحمل بتاعي بيروح بيرجع متكرر. اتنين ويب يلدي. وثلاثة ويب كريبلي. دول ثلاث حاجات جداد هنتعرف عليهم زيادة على الثلاثة اللي احنا كنا عارفينهم. تشيكات جديدة هتتعمل للكاميرا بتاعت الكرين وكمان في التصميم ناخد في اعتبارنا ان ممكن تنهار الكاميرا بتاعتنا فيهم فناخدها معانا في التصميم بتاعنا. هنتكلم كل واحدة هي بتحصل بسبب ايه وبتحصل وازاي نحسبها كمان في التصميم بتاعي والتشيك بتاعها هيبقى عامل ازاي. فهنشوف هنبدا اول حاجة في بسم الله. تعالوا نبدا اول حاجة نتكلم عن الفتيك. الفتيك بيحصل بسبب احنا لما انا بس نرجع هنا عايز بس اكد على حاجه. في الفتيك بيحصل لانه بسبب الحمل بتاعي متكرر بيروح ويرجع بسبب ان الحمل سايكلينج او متكرر. اما الويب ييلدينج والويب كريبلينج الاثنين دول بيحصلوا بسبب ان الحمل بتاعي كونسنتريتد او مركز. تمام. فبس ناخد يعني قبل ما نبدا نعرف بس النقطتين دول. نيجي بقى نتكلم عن الفتيك. لو دي الكاميرا بتاعتي فبسبب ان عندي الحمل بيروح يرجع بيحصل طبعا تقليل في الاجهادات بتاعتها. فلازم نعمل تشيك هل الفتيك الحاصل ده مسموح بيه او لا.
عندنا في الكود بتاعنا في كود جزء للفتيك والجزء اللي كان بعد بيتم نزل في المكتبات راح نجيبها يعني بس تروحوا تجيبوها في الشابتر 11 في الكود ده بيتكلم عن الفتيك كله بتاع كله موجود في الشابتر 11 صفحه 11 واحد تمام بيتكلم عن التعب كله ازاي هنحسبها وايه الحالات اللي فيها فلما نشوف بقى عايزين نتكلم عن الديزاين بروسيس فتيك ازاي نعمل تشيك على الفتيك ونصمم عليها عندنا المعادلة بتاعتي عبارة عن الألفا أو هنا اسمها اللود فاكتور في ال اف اس ار اكشوال أو ال اس ار يعني اللي هي ال ستريس ريزيستنس الاكشوال لازم تكون أقل من أو بتساوي الفاي في ال اف اس ار النومينال أو المسموح به ده الاكشوال وده المسموح به عندي الألفا هنا عبارة عن اللود فاكتور والفاي هنا عبارة عن الريزيستنس فاكتور في الفتيج هناخد واحد هناخدها بواحد وكذلك الفاي بتكون بتساوي واحد معنى الكلام ده اني انا باخد الاحمال الفعلية الناتجة من التعب على الكاميرا بتاعتي من غير ما اضربها في اي فاكتورز بقارنها بالمسموح به برضو من غير اي فاكتورز تعالوا بقى نشوف احنا هنحسب كل واحد من الاثنين اللي هي الفعالية ازاي والاكشوال او المسموح به ازاي لما نيجي نبدأ بالاف اس ار الاكشوال عايزين نشوف دلوقتي انا الكاميرا بتاعتي لو جينا نرسم كده دايجرام عايزين نشوف المومنت او الاحمال اللي تتعرض لها الكاميرا بتاعتي في حمل الديد لود في الديد لود بتاعتي وفي اللايف لود بتاعي المومنت اللي جاي من الديد لود بيكون جاي من وزنها بس فبسبب وزنها ده حمل ثابت دائم فالام ديد لود بتاعتي بتكون ثابتة على طول عمر المنشأ بتاعي مش متغيرة فدي مش هي السبب انها تسبب لي تعب مش تروح وتيجي لا هي دايما موجودة لكن لما نشوف الحمل المتحرك بتاعي اللي هي بتيجي بتسبب لي المومنت لايف لود لما نشوف الحمل بتاعي المتحرك مرة بيكون موجود مرة بيكون مش موجود ومرة بيرجع تاني فالحركة دي هي الناتجة من الام لايف لود زائد الامباكت ما ننساش تأثير الامباكت جاي من حركة الحمل بتاعي الأحمال المتحركة يبقى الام لايف لود هي دي الاف اس ار ان اف اس ار الاكشوال قصدي هي دي الفعالية اللي جاية من الحمل المتحرك بتاعي لما نيجي نشوف عايزين نحسبها اكشوال بتساوي طبعا اي جهاز جاي من مومنت عبارة عن ام على اي في الواي احنا بنتكلم باختصار بقى عن الفستير احنا بناخد على طول ام على الاس اكس في التعب هناخدها اس اكس ومش زد اكس لان الحمل بيكون دائم فالكاميرا بيبقى عليها اجهاد اكتر فنقول انها لسه يعني ما وصلتش الالاستيك لا هتكون ما وصلتش الالاستيك هتكون في الالاستيك فده الام اكس او ام لايف لود زائد الامباكت هي بس كده اللي هو على طول حسبناها الاكشوال بتاعي او التعب الاكشوال الاجهاد اللي جاي من التعب بتاعي عباره عن الام لايف لود زائد الامباكت على الاس اكس بتاع الكاميرا بتاعتي نشوف بقى نحسب المسموح به ازاي الاجهاد المسموح به في التعب الاف اس ار نومينال هنا عشان نحسبها هنروح بقى الكود بتاعنا هنلاقي ان الاف اس ار ان عشان نحسبها بتعتمد على حاجتين في حاجتين المفروض ناخدهم من الكود معاملات نحسبهم لما نعرفهم ندخل بيها جدول هما ايه طيب الاجهاد المسموح به في التعب تعتمد على ايه على الاول number of cycles عدد الدورات يعني الحمل بتاع الروح دي كم مرة الان وكمان حاجة اسمها ال detail class وانا لما بقول detail class بقصد بيه هل الكاميرا بتاعتي عبارة عن hot roll section اللي هي ال hot roll section اللي هي ال IPE او ال HEA او هل هي
build up section او combined section. احنا لسه ما خدناش ال combined section, فاحنا هنتكلم عن ال build up section. يبقى دي ال hot rolled, hot rolled, او هل هي ال build up وهي عبارة عن IP section وعليها UPN. يبقى دي ال build up, اللي هي IPE زائد ال UPN. ده أصلاً بالديتيل كلاس, يعني هل أنا ده ولا ده. هنشوف برضو كلامنا في الكود لما نيجي نشوف الكود, يعني عشان نجيب, يلا ندخل بقى الكود نشوف الجدول بتاعتنا عشان نجيب مثلاً أول حاجة الـ number of cycles. نيجي نشوف الـ chapter 11 بتاعتي كده عشان نخلص أحسن. الفتيك هتلاقوا صفحة 11-4 هنا table 11-1 number of cycles. تمام, الدكتور سبق طبعا عدد الدورات بيعتمد على يعني طريقه استخدام الويتش, هل بستخدمها كل يوم وعدد ساعاته على حسب طبعا الاستخدام, هل كل يوم, هل من فتره لفتره, هل بس الحالات خاصه. فبسبب التغير ده يعني الحالات الكثيره احنا هناخدها الدكتور ثبتها لنا regular use with continuous operation, يبقى الاستعمال العادي بس مع استخدام متكرر كتير. هيدينا عدد الدورات number of cycles 2 مليون, دي ثابتة معانا. السنة الجاية إن شاء الله اللي هيكمل ياخد ستيل لما نصمم كباري هناخد الحالة دي اللي هي according to actual use. دي بقى يعني عدد الدورات بتكون أو number of cycles بتكون أكتر من 2 مليون. بس إحنا كده اتفقنا إنه الـ N بتاعتي هتكون ثابتة معانا 2 مليون. تمام, جميل جدا. كده انا عندي عدد الدورات اول حاجه عشان اعرف احسب الاجهاد المسموح به في الفتيك. عدد الدورات تمام, يبقى كده عرفت انا اول حاجه اللي هي number of cycles ثابته معايا ان شاء الله ب 2 مليون زي ما الدكتور قال لنا. تاني بقى حاجه الديتيل كلاس لما نيجي نشوف هي الكود برضو صفحه 11-4 عندي two groups, عندي حاجه اسمها group 1 زي ما احنا شايفين not welded details اللي هي مش ملحومه, الغير ملحومه هتكون كلاس A. والغير ملحومه كلاس A اللي هي عباره عن اتفقنا الكلاس A, انا هكتبها برده هنا بس احنا هتلاقوها في الكود صفحه 11-4 تيبل 11-2. لو قلنا بيج 11-4 تيبل 11-2 خلاص هنلاقي حاجه اسمها جروب 1 للنان welded detail, non welded, نقصد بيها ال IPE وال HEI HEA خلاص. ده جروب واحد او كمان اسمها كلاس A, كلاس A. فده اللي انا عايزه اعرفه, ده ناقص ديتيل كلاس, هل هي كلاس A او هل هي كلاس B. انا عندي تو كلاسز, او احنا مش انا عندي في كذا كلاس بس احنا هنشتغل بالتو كلاس دي بس, كلاس A وكلاس B. وكلاس B هنشوف برضه صفحة 11-5 كلاس B خلاص في جروب 2, جروب 2 للويلدد سكشن او ويلدد ديتيل, وهي بقى البيلت اب سكشن بتاعتي عبارة عن اي بي اي زائد يو بي ان مع بعض, ده كلاس بي. فانا كده عرفت اطلع, عرفت عشان اطلع الاجهاد المسموح به محتاجه اعرف حاجتين عرفت اعرفهم. اول حاجه الـ number of cycles اتفقنا ان هي 2000 قصدي مليونين 2 مليون. وهل هشوف على حسب القطاع بتاعتي مثلا هيقول لي صمم على HEA او IPE او IPE زي UPN built up section. لو قال لي صممي او صمم على IPE و HEA يبقى انا هاخدها class A. لو قال لي صممها ك built up section يبقى انا هاخدها class B. تمام, انا بعد ما عرفت الحاجتين دول احسب بقى الاجهاد المسموح به ازاي, FSRN ازاي. هنلاقي هنا في صفحة في الكود في صفحة 11-12 تيبل 11-3 خلاص الجدول بقى تمام بمعلومية التيك كلاس, هل أنا كلاس A أو كلاس B, ومعلومية عدد الدورات. احنا خلاص اتفقنا سوا ثبتناها على 2000 دورة, إن مش 2000 مؤاخذة 2 مليون دورة.
لو كانت خلاص دي سبت 2 مليون، لو كان كلاس A هيكون الإجهاد المسموح بيه FSRN nominal أو FSR nominal يبقى 1.68، لو كان كلاس B هيكون 1.26. يبقى الموضوع يعني بسيط جدا، حتى ممكن تتحفظ على حسب الكلاس. خلاص احنا عارفين ان ال بتاعتي ثابته ب 2 مليون. لو انا كلاس A يبقى هتساوي ال FSR nominal بتاعتي هتساوي 1.68. لو انا كنت كلاس B اي سكشن بتاعي عباره عن بيلت اب سكشن هتساوي 1.26%. بس كده نعيد بسرعة، يعني نلخص الكلام تاني. أنا عشان أعمل تشيك بتاع كده سريعا، أنا عشان أعمل التشيك بتاع الإمباكت، خلاص أول حاجة إحنا زي ما عرفنا نحسب الستريننج أكشن بتاعنا معايا الإن لايف لود زائد الإمباكت اللي إحنا اتفقنا إن هي إن ماكسيموم مضروبة في 1.25، تمام؟ ده أول حاجة. التشيك بتاع التعب بتاعي المعدة بتاعتي عبارة عن اللود فاكتور مضروبة في إجهاد التعب الـ SR الأكشوال، لازم تبقى أقل من أو تساوي الريزيستنس فاكتور مضروبة في الـ FSR نومينال. إحنا اتفقنا إنه في التعب الريزيستنس فاكتور واللود فاكتور عبارة عن واحد، فكأني ما ضربتهاش في حاجة. خلاص تمام. عايز احسب، عشان احسب ال FSR الاكشوال بتاعتي بتكون عبارة عن ال N X او ال N يساوي اللي هي ال M life load زائد ال impact على ال SX بتاعتي على طول. عشان احسب المسموح به او ال nominal بمعلومية، خلاص بمعلومية هل هي كلاس A او كلاس B، وانا كده كده عدد الدورات بتاعتي ثابتة. لو كانت كلاس A احنا بندخل الجدول ده بتاعي، انا عارفة لو كانت كلاس A تبقى 1.68، لو كانت كلاس B تبقى 1.26. انا عندي معايا خلاص ال FSR actual، خلاص بعد ما حسبتهم اقارنها بالمسموح به هل هي اقل منها او بتساويها عشان اكون كده التشيك بتاعي سيف. كده خلصنا التشيك بتاع التعب. تعالوا بقى نشوف تاني تشيك بتاعتنا، احنا كده خلصنا الامباكت. شوف تاني تشيك واللي هي بتحصل بسبب ان الحمل بتاعي مركز مين الويب لوكال يودي. ده بيحصل بسبب ال Q2 زي ما هي مكتوبة كده في المحاضرة، Q2 concentrated on بصوا الإنجليش بتاعي أنا بتكلم مش تمام، بس أكتب لكم معلش لود. المهم تحصل بسبب إن الحمل بتاعي مركز، خلاص؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ في الويب لوكال يلدينج بسبب إن الحمل بتاعي مركز، يعني أنا لو عندي أهو الكاميرا بتاعتي تمام، نشوف الكروس سكشن بتاعتنا دي الكاميرا بتاعتي، بسبب ان الحمل بتاعي مركز فبيحصل على الويب بتاعي تركيز الاجهاد، فتركيز الاجهادات دي بسبب ان الحمل مركز عايزين نتاكد انه الاجهادات الناتجه دي في حدود المسموح بها، هل هي لا يعني اقل من الاول بتاعتي مسموح بها او لا، لانها طبعا لو كانت اكبر من المسموح بها الويب بتاعي هينهار. تمام. فبرضو المعادله بتاعتي عباره عن اللود فاكتور في الار، والار هنا بتكلم عنها اللي هي البي لود البي، فالار بتاعتي بتساوي البي لود اللي هي البي. تمام. لازم تكون اقل من او بتساوي الريزيستنس فاكتور في الار نومينال او النومينال لود فور يودينج او المسموح به، يعني عايزين نتاكد ان الحمل اللي موجود اقل من او بيساوي المسموح به بتاعتي. في الويب يودينج اللود فاكتور بتاعتي هنا اللود فاكتور هتكون ب 1.6، وهيكون الريزيستنس
الاكسبتنس فاكتور ب 95% او 0.59. تمام جدا. احنا اتفقنا ان الار دي بتاعتي هي اللود او بتساوي البي. يعني عايزين بقى نشوف ونحسب. دي خلاص عندي. عايزين بقى نشوف ونحسب الار نومينال او مسموح به هتتحسب ازاي. الار نومينال او المسموح به هي المساحة الحاملة للقوة المركزة بتاعتي من الويب. بمعنى يعني هي هنا كده في المحاضرة الدكتور يعني مكتوب على طول المعادلة بتاعتها الار ان بتساوي الدي ويب في ان. هنشوف ايه الان ده. زائد 2.5 الكي. شوف الكي ده مضروب في الاف يلد بتاع الويب. تمام. يبقى عبارة عن مساحة الحاملة للقوة بتاعتي مضروبة في القوة بتساوي المساحة في الجهاد. المساحة اللي بتشيل القوة مضروبة في الإجهاد بتاعتي أو الإجهاد المسموح به أو الإجهاد اليل بتاع الويب. تمام. لما نشوف ازاي ايه هي الـ N وايه هي الـ K. أحمر. ايه هي المساحة اللي بتشيل لي القوة دي؟ تمام. لو أنا عندي القوة بي أهي عشان نجيب مساحة هتكون عبارة أولا تي ويب. تمام. أنا عندي تي ويب بتاعتي هنا تي ويب. تمام. يبقى اتفقنا إنه الـ RN بتاعي عبارة عن المساحة اللي هتشيل القوة area of web carrying concentrated force مضروبة في الإجهاد الـ FU بتاعي. فلما نيجي نشوف المساحة دي اللي هتشيل القوة عبارة عن العرض في الطول بتاعها. احنا اتفقنا العرض بتاعها هي الـ T ويب. تمام. نشوف العرض من الداخل الـ T ويب. الطول بتاعي هنحسبها من هنا عبارة عن N زائد 2.5 K. الـ K عشان أحسب الـ K من الرسم هنا زي احنا شايفين الـ K بتساوي الـ T ويب T فلانج. أنا قصدي T فلانج شوف كده زائد الـ R زائد نص القطر بتاعي اللي هنا. فهي دي الـ K بتاعي. الـ R موجودة في الجداول والـ T فلانج بتاعي موجود معايا في الجداول. فأنا خلاص كده حسبت الـ K بتاعتي. بالنسبة للـ N الدكتور قال إنها هتكون جبن. إن شاء الله هتكون جبن. وزي ما حلينا في السكاشة برضو كانت معطى 20 سنتي. بإذن الله يعني في الفاينل هيكون الـ N جبن. تمام. يبقى أنا كده خلاص عرفت أحسب الـ R نومينال بتاعي أو القوة المسموح بيها عبارة عن المساحة في الإجهاد بتاعي. فأنا المساحة T ويب في الطول N بلس 2.5 الـ K زائد F يلد ويب. المعادلة دي حبس. شوف بقى خلاص كده عرفنا. أنا بعد ما حسبت أنا معايا الـ R بتاعتي الـ Actual هضربها في الـ Load Factor 1.6. بعد ما حسبتها هقارنها هل هي أقل من أو بتساوي الـ Resistance Factor اللي هي 95 مضروبة في الـ R Nominal أو المسموح بها اللي عرفنا نحسبها. كده أنا خلصت التشيك بتاع الويب لوكالي. تمام. تعالوا بقى نشوف التشيك الأخير بتاعنا برضو الناتج من إن الحمل بتاعي مركز. ثلاثة crippling of web تحصل due to concentrated load. تمام. يبقى هو الكريبلينج الدكتور سماها اللي هي بالعربي الكلل يعني باللغة العربية الفصحى. بس ايه هي بالظبط؟ انا لما هي انبعاج الويب نفسه البكلينج اوف ويب او الويب بتاعي. لو انا عندي اهو القطاع بتاعي بسبب ان انا عندي حمل مركز بيحصل للويب ده انها ان ممكن يعني القوه دي تبقى اكتر من المسموح من الويب ممكن يستحمله. في يعني زياده على تركيز الاجهادات ممكن يحصل لها باكلينج زي الشكل ده. لما بيحصل الشكل ده هو ده الكريبلينج بتاعي. لما نشوفه من الناحيه الثانيه من السايد الثاني يعني وصلنا كده تبقى عامله حاجه زي كده. القطاع بتاع
بتاعي بيحصل له انبعاث في الالوان بسبب ان الحمل بتاعي مركز. عايزين نعمل تشيك انه الكلام ده مش هيحصل او الحمل بتاعي يكون في حدود المسموح به، او كمان انا هصمم قطاع يستحمل الحمل بتاعي المركز انه ما يحصلش الكلام ده. فبرضو نفس المعادله بتاعتنا، معادله الوزن بتاعتنا اللود فاكتور مضروبه برضو في حمل العجله تبقى اقل او تساوي من الريزيستنس فاكتور والفاي مضروبه في الار نومينال والمسموح بها. تمام، هنا في الحالة دي اللود فاكتور 1.6 برضو، الار زي ما اتفقنا الار هتساوي البي او حمل العجلة بتاعتي. هنا هيكون الفاي بتاعي تمام الريزيستنس فاكتور هتساوي 0.7 في اليلدينج 0.95، اما عندي هنا في الكريبلينج هيكون 0.7. تعالوا بقى نشوف هحسب الار ان بتاعتي ازاي. بالنسبة للار ان، الار ان في equation ثواني، في عندنا في الكود شابتر 10. طيب باشمهندسين، يعني قبل ما بس ندخل الكود عشان نحسب الار ان نشوف نحسبه ازاي، انا بس معلش عايزه لما قلت لكم اكد عليكم دي حفظ، دي مش حفظ خالص، احنا ستيل يبقى كل حاجه في الكود. هنلاقي الويب ييلدينج والويب كريبلينج موجودين في شابتر 10 في الكود بتاعي، يبقى كده الفتيك شابتر 11، اما الكريبلينج اوف ويب والييلدينج اوف ويب هيكونوا في شابتر 10. لما نيجي نشوف شابتر 10 عندي في الكود صفحه 10.2 هنلاقي الويب لوكال ييلدينج موجود عندي، ان الفاي ب 95 موجود عندي، كمان ازاي احسب الار نومينال بتاعتي اللي هي عباره عن التي ويب في 2.5 كي زائد ان في الاف يلد للويب، فهي كلها موجوده مفيش حاجه حفظ الحمد لله، يعني هنلاقيها بس الحكايه ان نعرف ازاي نخش الكود. دي معادله اليلدنج موجوده صفحه 10.3. بالنسبه بقى عايزين نتكلم دلوقتي احنا في الكريبلينج، خلاص اتفقنا احنا دلوقتي عايزين نحسب الار ان بتاعي. برضو عندي في الكود صفحه 10.3 اهو الويب كريبلينج بيديني ان الفاكتور ريزيستنس فاكتور بتاعتي عباره عن 0.7، لو حد نساها يعني في الامتحان ممكن يلاقيها في الكود. وصفحه 10.4 عشان احسب الار ان بتاعي، الار ان بتعتمد على قيمه على حاجه على قيمه ان على دي على قيمه ان على دي. تمام، الدي اللي هي لو انا عندي هو القطع بتاعي، فالدي بتاعي هو ارتفاع الكاميرا بتاعتي السكشن بتاعي هو ده الدي. اما الان الدي هنطلع على طول، يعني بنجيبها على طول من الجداول بتاعتنا. اما الان برضو اللي هي بتكون جيفن اللي جبناها استعملناها برضو في اليلدينج. فلما ندخل نشوف الكود، لما بعد ما حسبنا القيمه بتاعتي دي ندخل الكود هنلاقي صفحه 10.4 فور ان على دي على دي اقل من او بتساوي 0.2، هنعوض في المعادله دي. ار ان معادله طويله فيها يعني معادله بمعلوميه، اخش بمعلوميه التي ويب والتي فلانج والاي والاف والاف يلد بتاعي، يبقى بمعلوميه يعني احنا هندخل المعادله ار ان بمعلوميه التي ويب تكون معانا والتي فلانج تكون معانا والاي اللي هي بتساوي 2100 سنتيمتر سكويرد، وبرده ال الاف يلد على حسب الجريد ستيل جريد بتاعتي، هل هي 37 فهيكون ساعتها الاف يلد بتاعتي ب 2.4 سنتيمتر سكويرد. ده لو الجريد، عشان الجريد ممكن تختلف معانا، فانا بس هبين ان ده لو الجريد 37. تمام، احنا يعني شكل المعادله دي كانت اوضح في المحاضره. فعندي لو ال n على d كانت اقل من 0.2 فال r n هندخل نعوضها في المعادله الطويله دي عشان برضو نجيب الرقم بتاعنا صح. نحاول نحسب كل الترم لوحده، عشان في هنا تربيع، في هنا اس واحد ونص، في هنا اس نص، ممكن تحسب
الجزء ده لوحده، الجزء ده لوحده، الجزء ده لوحده، بعد كده تضربهم مره واحده يعني كلهم مع بعض عشان بس ما تخبطش يعني في الحساب بتاع بعض. او لو كان n على d اكبر من 0.2 في المعادله الثانيه، هما موجودين المعادلتين دول في الكود صفحه 10.4 بس على شكل سطر كده. تمام، بس احنا كده عرفنا نحسب ال r nominal او القوه المسموح بيها ونضربها بالفاكتور بتاعتي. انا خلاص حسبت الترم ده، حسبت الترم ده، هقارنهم ببعض. اذا كان الفعلي اقل من المسموح به يبقى انا سيف والتشيك بتاعي تمام والتصميم بتاعي ان شاء الله هيكون تمام.